ألف ألف مبروك جماهير النصراوية والنادي النصر ونجوم نادي النصر. بالتأكيد المباراة هذه استمرار لمباراة النصر السابقة اللي أمام الفتح. أساس كذا إحنا لازم نستذكر لما كنا نتكلم نقول التنظيم الدفاعي، الضغط، عند سرعة استرداد الكرة. بس مقارنة لما بتكلم على مباراة التعاون، ست تسديدات على المرمى، ولما أجي في مباراتين الفتح والشباب تلاقي تسديدة على المرمى. هنا نتكلم على العقلية اللي تغيرت في نادي النصر والتنظيم اللي تغير في نادي النصر. باختصار اللي قاعد يصير في نادي النصر وممكن المشاهد ينتبه له، تلاقي مثلا احنا استفدنا مثلا من كريس، من اوتافيو مثلا اغلاق زوايا التمرير، وتلاقي بروزو هو اللي يجي ضغط مباشر. احنا شفنا اليوم عبد الرحمن غريب ومن المباراة الماضية كيف الشراسة في الضغط في السابق، اول بس يرجع بس ويجلس مرافق شرف للاعب، الان لا، شفنا الشراسة في الضغط. احنا شفنا الضغط المباشر في نادي النصر، شفنا الضغط العكسي اللي هو تقطع الكورة في المكان ما انقطعت من كذا، شفنا الرغبة. لذلك لما تصير عندك نوعية جيدة ولكن ما عندها الرغبة ولا عندها الحماس ولا تلعب بالقلب، بتلاقي فريق مفكك افراد فقط. لكن لما تجي هنا باسلوب هذا، انت فعلا يا خط الدفاع ايا يكن، جبت خط دفاع اكيد بيكون راح يكون مرتاح، لان الشيء بالشيء يذكر. يعني هي القضيه مو قضيه والله لاعب راح عن المنظومه ولاعب نزل تغير، لا، هي عمل منظومه كامله. يجي يعني حضور لابورت وتنظيمه للدفاع وكرته النظيفه اللي تطلع وطريق، وضعه ما انسى العقيدي كيف انه يساعد الفريق انه يستدرج الفريق الاخر ويبني اللعب وتجي للمساحات. انت تتكلم برضه على اوتافيو اللي بدا يغطي انصاف المساحات ويغطي بين الخطوط، وساعد ذلك على بروزو انه يقوم بوظيفته. احنا حتى لما تتكلم مثلا انا في المباراه، يعني اللماحيه اللي سواها كريس في مو بهدافه، لا، في تمريرته الماني. تمريرته الماني من لمسه واحده. على فكرة ترى لو ثبت الكورة من لمستين صار أوفسايد، وهذا أسكان اللي سواه كريس. المفروض كل لاعب مع كريستيانو يسوي الشيء هذا عشان ما يقع كريستيانو في الأوفسايد من اللمسة الواحدة. تجي على الشيء الآخر برضه، أنت لما تشوف اليوم نادي النصر واليوم الفرحة ولما كريستيانو يفرح والابتسامة اللي موجودة فيها، أنا برضه هذا استمرار لما نتكلم على البيئة المحيطة في كريستيانو. نتكلم على النصر، نتكلم على الرياضة السعودية، نتكلم على الشعب السعودي، نتكلم على البلد بشكل كامل. أجي لما